الهلال يصطاد الكرة من على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي. ادي الكرة اتلعبت، تبقى مباراة سيمبا يوم الثلاثاء ثم فيتا بره خارج ملعبه 9 مارس ثم يختتم اللقاءات امام شبيبة الثورة هنا 16 مارس. عرضية جوه منطقة الجزاء وجيرالدو يقابلها، جيرالدو بلمسة واحدة روعة بالقدم اليسرى رغم صعوبتها على فكرة، رغم انها صعبة لكن نجح انه يتعامل زي ما اشدنا بتألق الشناوي في تسديدة مصطفى جمال. نشيد بأحمد السعداني في كورة جيرالدو والكورة لكن تلف وتخرج وتبقى ضربة مرمى. تماس وجاي لها خالد سامي اللي بيجيد، ما عجبتوش الكورة غير الكورة وبيجيد لعب رمي التماس قوية وكأنها ضربة ركنية. ادي خالد سامي قوية فعلا وخطيرة جوه منطقة الجزاء وجول جول جول. اول اهداف اللقاء عن طريق امام عاشور النجم المتألق الحقيقة برمي التماس، رمي التماس خالد سامي يطير في تم الالغاء، اتلغى الهدف وما زالت النتيجة 0-0. عاشور الادهم بيعترض، هل في تسلل؟ هل اتلمست الكرة؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ لان الكرة كانت رمي التماس، مفيش تسلل في رمي التماس لكن الكرة اتلمست من احد لاعبي. خلينا نشوف، ادي واحدة اتلعبت الكرة وعدت، حسبها ايه؟ حسبها فاول، احتسبها فاول مع سعد سمير، يعني سعد سمير رفع ايده وطالب بخطأ واحتسبها بالفعل محمد معروف ضربة حرة على موزس. اتلعبت الكرة ترجع مرة تانية، ايده موزس يلمسها بالراس جوه منطقة الجزاء وامام عاشور خطير خطير خطير. امام عاشور يحاول برجله الشمال يطير محمد الشناوي يلمسها او الكرة كمان او يمكن هو لمسها من بره او يمكن في الشبكة من بره، يعني ممكن يشوط ممكن يسدد من هنا علي معلول لكن هنشوف. نظرات ماكرة، نظرات فيها ماكرو كروي كده، لعبها جول بأول أهداف اللقاء. حمدي فتحي وصفارة محمد معروف في هذه اللحظة أصدقائي المشاهدين تنهي أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. التقدم أهلاوي عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. نلتقي مرة أخرى أصدقائي بعد هذه الاستراحة القصيرة مع بداية الشوط الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء. من جديد أصدقائي المشاهدين مشاهدي أون سبورت، نعود إلى استاد السلام ملعب الإنتاج الحربي، مباراة الأهلي وحرس الحدود. يخرج حسام عاشور وينزل كريم نيدفيد، مارتن لاسارتي يجري أول تبديل في هذا اللقاء. اتكلمنا عن التبديلات، اتكلمنا عن الاحتياطي والبدلاء والاوراق الرابحه على دكه البدلاء في الشوط الاول. ومطالبه بلمسه يد وضربه جزاء لكن في النهايه لمسه يد على حمدي فتحي. النادي الاهلي يطالب بضربه جزاء وسعد السمير محمد معروف قال له لا مش هحسب لك حاجه، ادي الكوره ايه خلينا نتابع. لكن حمدي فتحي الحقيقه، والحقيقه مش حمدي فتحي لوحده، يعني تابعوا ادوار كريم نيدفيد الهجومية اللي بيقوم بيها، تابعوا أدوار عمرو السولية لما بيبقى موجود اللي بيقوم بيها، والهدف الجميل اللي سجله في وادي دجلة برضو اللي بدأ يتقدم وبدأ ياخد حرية هجومية نسبية كده لكن ترك وساب مكانه وساب المساحة كلها لجيرالدو، وجيرالدو كالعادة بخارج القدم لكن المرة دي ما تتظبطش أطول من اللازم، ما يلحقهاش رمضان صبحي تطلع بره الملعب. تطلع الكرة تعود من جديد علي معلول، رمضان صبحي خارج حدود منطقة الجزاء يحطها جميلة علي معلول، يلحق علي معلول في منتهى الخطورة، اتلعبت بذكاء من رمضان صبحي ومجهود كبير جدا. معلول برجله الشمال يلفها عالية لكن ما فيش حد مكمل، لعبها القايم البعيد، جيرالدو كان بعيد لكن لمسها جيرالدو، أعاد الهجمة مرة تانية عرضية ورأسية تاني حمدي فتحي لكن ضاعت، تحولت وبقت هجمة مرتدة للحرس أمامية لأحمد الشيخ لكن كريم نيدفيد، رائع كريم نيدفيد. المغامرة قد تكون هي شعار حرس الحدود في اللحظات القادمة. خرج الشناوي والمرمى مش ممكن، سعد سمير مدافع قدير من على خط المرمى
يمنع هدف مؤكد، خرج الشناوي واستغل الفرصة موزس، واتلعبت جوه، اتلعبت في اتجاه المرمى وكانت بالفعل في طريقها للمرمى. جناح حرس الحدود هو اللي هيلعب الضربة الحرة، يلفها عالية جوه منطقة الجزاء، والشناوي مش ممكن تقلش الكرة من الشناوي وهو بيبعدها، والكرة تروح في الاتجاه المعاكس، في الاتجاه الغلط، في الاتجاه الآخر، تستمر الهجمة والشناوي مش ممكن تقلش الكرة من الشناوي وهو بيبعدها، والكرة تروح في الاتجاه المعاكس، في الاتجاه الغلط، في الاتجاه الآخر، تستمر الهجمة المرتدة، وفي ممكن يبقى في انفراد، انفراد، لكن أحمد السعداني رائع في خروجه في توقيت